السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا جميع الشروط الجديدة اللي اصدرتها الحكومة الإسبانية للموافقة على طلب التجمع العائلي، سواء هذا التجمع كيخص الزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الوالدين. غير هو بالنسبة لهذه الشروط فهي كتختلف من الشخص الحاصل على الجنسية والشخص المقيم. واليوم إن شاء الله غادي نهضر على الشروط الخاصة بالشخص المقيم اللي بغى يطلب التجمع العائلي. أولا يكون مقيم قانوني إقامة عام على الأقل، بمعنى يكون جدد الأوراق ديال العام الأول، وما تكونش عنده أي متابعات أو مشاكل قانونية داخل إسبانيا. حسن السيرة كيجيبها من المغرب أو من البلد اللي كان عايش فيه 5 سنوات الأخيرة قبل ما يدخل إسبانيا، كيدير لها الأبوستيل وكيترجمها اللغة الإسبانية. أيضا الدخل أو المورد المالي، أي القدرة المالية باش يقدر يصرف على هاد الأشخاص اللي غادي يلتحقوا به لإسبانيا. وبالنسبة للإبريم فهو داير 579 أورو فاصلة 0.2 سنتيم. فمثلا بالنسبة لشخص واحد، يعني إلا بغى المقيم يجيب شخص واحد سواء زوجة أو ابن أو زوج، فخصو 150% من الإبريم. مثلا بغى يجيب الزوجة ديالو خصو 150%. جاب الزوجة وبغى يجيب حتى الابن كيزيد 50%. عنده جوج ديال الأبناء كيزيد 50%، يعني 50% لكل شخص. إلى توفرت هاد الشروط في المقيم في إسبانيا اللي كيرغب في التجمع العائلي، كيتصل بأحد مكاتب الهجرة ذات الصلة. ملي كياخد الموعد كيعطيه واحد المطبوع اللي هو X02، بالاضافه لهذا المطبوع اللي خاصو يعمر كيعطيوك واحد الورقه اللي فيها جميع الوثائق اللي خاص الشخص المقيم في اسبانيا يوجدها، وكذلك الشخص اللي باغي يلتحق. مثلا شخص مقيم في اسبانيا وبغى يجيب الزوجه ديالو، شنو هي الوثائق اللي غادي تصيفط ليه هذه الزوجه؟ اولا عقد الزواج مترجم للغه الاسبانيه عفوا ومعمول ليه لابوستيل، نسخة كاملة للزوج ونسخة كاملة للزوجة مترجمة باللغة الإسبانية ومعمول لهم الأبوستيل في العمالة، كذلك فوتوكوبي ديال الباسبور ديال الزوجة ورقة بورقة بلا ترجمة وبلا أبوستيل. من بعد ما يتوصل الزوج بهاد الوثائق كيضيف لهم فوتوكوبي ديال الباسبور ديالو، أيضا ورقة بورقة، بالإضافة إلى جواز السفر الأصلي، شهادة العمل، شهادة السكنة مع عقد الكراء إلى كنتي كاري، ولا عقد الشراء إلى كنتي شاري الدار في إسبانيا، وكذلك تقرير كيجيبو من المقاطعة فين كيسكن كيتبت فيه بأن كيتوفر على سكن لائق. بالإضافة إلى تصريح بالشرف كيلتزم به الزوج بأنه كيسكن بوحدو في هذاك المنزل، يعني ما ساكن معاه حتى شي شخص آخر. أيضا وثائق التغطية الصحية وصور الدفتر العائلي وفوتوكوبي ديال البطاقة التعريف الوطنية، شهادة استمرار الزوجية كيجيبها من القنصلية مع الشهادة ديال الخلاص ديال الطاسة. هذه كتخلصها ملي كتمشي تدفع الوراق باش دير طلب التجمع العائلي. من بعد ما كيجمع هاد الوثائق وكيدفعهم لمكتب الهجرة كيستنى الجواب. الى جاء الجواب بالموافقة خاصو يصيفط للزوجة ديالو نسخة من هذاك القرار ديال الموافقة، شهادة العمل، فوتوكوبي من النية، وفوتوكوبي ديال البطاقة الصحية. وبمجرد ما يخرج القرار ديال الموافقة خاص الزوجة تطلب موعد من القنصلية الإسبانية في المغرب، لأن هذا الوثائق عندهم شهرين وكتنتهي الصلاحية ديالهم، وملي تبغي دير
طلب الحصول على تأشيرة خاصها دير فيها طلب الحصول على تأشيرة طويلة الأجل. دابا نمشيو للوثائق اللي خصها تضيفهم على الوثائق اللي صيفط لها الزوج ديالها من إسبانيا. أولا ملء نموذج الاستمارة استمارة فيزا إسبانية طويلة الأجل، هنا كتاخدها من الانترنت أو لا إلى ما عرفاتش كتمشي لحدا القنصلية كيكونوا الناس اللي كيخدموهم، 50 درهم تقريبا. صورة شخصية حديثة كتضيفها النموذج الطلب وخاصة تكون بالمقياس ديال الصورة اللي كنديرو في جواز السفر. جواز السفر تكون فيه المدة ديال الصلاحية ما كتقلش على 4 شهور وتكون مازال فيه على الأقل 2 صفحات فارغين. نسخة من الصفحة اللي كتحمل الهوية ديال الشخص، يعني ديك الصفحة اللي مكتوب فيها الاسم وتاريخ الازدياد، ماء السكنة، رقم البطاقة الوطنية، رقم جواز السفر، كنصوروها حتى هي وكنضيفوها للوثائق. نسخة كاملة ديال الزوجة مترجمة اللغة الإسبانية ومعملها الأبوستيل، عقد الزواج مترجم ومصادق عليه من وزارة الخارجية، شهادة استمرار الزوجية مترجمة ومعمولة أيضا الأبوستيل. هاد شهادة استمرار الزوجية كنجبدوها من عند العدول. حسن السيرة مترجمة مع الأبوستيل. شهادة طبية كتبت عدم الإصابة بأي مرض معدي. وهاد الشهادة الطبية ضروري ما تاخدها من طبيب معتمد من طرف القنصلية. نسخة من بطاقة تعريف الوطنية عادي بلا ترجمة بلا أبوستيل. نسخة كاملة ديال الزوج مترجمة مع الأبوستيل. ونسخة من بطاقة تعريف الوطنية ديال الزوج هي أيضا بلا ترجمة بلا أبوستيل. هاد الوثائق كلها كتجمعها وكتديها للقنصلية الإسبانية بالمغرب. طبعا كتمشي في هذاك النهار فين خدات الرونديفو، يعني كتكون القنصلية حددت لها النهار فين غادي تلتحق بها. وأيضا الوثيقة ديال الرونديفو خاصها حتى هي تصور وتحط في الملف مع الوثائق، وكذلك المطبوع ديال طلب التأشيرة خاصو يتكتب بستيلو كحل باش ما يترفضش الطلب. ومن الأحسن قبل ما نمشيو للقنصلية نقادو الملف ديالنا مزيان، نحطو الأوراق الأصلية في ملف والفوتوكوبي في ملف آخر بواحد الطريقة اللي تسهل على الموظف عملية المراجعة ديال الوثائق.